قبل ما اتكلم كتير جدا عن افكار النادي الاهلي فيما يخص المدير الفني في المستقبل، هل هو سواريش او مدرب اخر، وقبل ما اتكلم كتير جدا عن اللي قاله سواريش في المؤتمر الصحفي النهارده، تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي بعد مباراه الاهلي وانبي قال ايه سواريش، قال ايه في تصريحات قليله جدا، تصريحات فيها كثير 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 من بواطن الامور ممكن تحط تحتها 1000 خط وتقعد تفكر هو ليه عمل كده النهارده. تعالوا نشوف تصريحات سواريش وبعد كده نرجع ندردش. قبل اي شيء يا جماعه مساء الخير جميعا، طبعا بعتذر لكم لان النهارده مش عايز اجاوب على اي اسئله. طبعا عايزكم تتفهموا النقطه دي لان انا بحترم جدا شغلكم، بس النهارده مش هجاوب على اي سؤال، مش هجاوب. طبعا لو تسمح لي انا اول حاجه عايز اشكر جماهيرنا، جماهير النادي الاهلي. طبعا عارفين احنا حجم النادي الاهلي، وعارفين طبعا ايه المتطلبات المطلوبه من النادي. انا موجود هنا في الاهلي عشان افوز بكل شيء، وقت ما اقول كل شيء يعني كل شيء حقيقي. لعبنا كل ثلاث ايام المباريات، عندنا تقريبا الفريق كله مش موجود، اصابات كتيره، كان معانا عدد من الناشئين اللي بيشتغلوا عشان المستقبل واللي سنهم صغير، وزي ما الاداره قالت من وقت فات طبعا كان في بعض الاخطاء التحكيميه ودي كانت جزء من كره القدم، ولكن برضه في نفس الوقت عطلتنا او اثرت علينا. انا طبعا هنا مش موجود عشان احط اعذار لاي حاجه بتبدو ليك او بتشوفها قدامك. الجمهور الحقيقي او المشجعين الحقيقيين للنادي الاهلي عارفين ان في مدرب موجود شجاع جدا، عنده شخصيه. وانا بقول لكم عشان اخلص، في الظروف العاديه ان شاء الله الاهلي السنه الجايه هيفوز بكل شيء. بص انا بحب المدرب اللي عنده فعلا شخصيه، واحب المدرب الحماسي، واحب المدرب اللي بيدي طموح وامل لجماهيره، رائع. وخد بالك بس انا مش عاجبني ده، هقول لك ليه. بس هي الفكره انه سواريش ما عندوش رصيد عند جماهير النادي الاهلي، يعني لما هيعمل كده مش شرط جماهير النادي الاهلي تصدقه. هو كان لو تفتكروا اول ما جه النادي الاهلي قال انه النادي الاهلي هيبقى مصدر رعب لكل المنافسين، فده ما حصلش. فايه الاماره اللي تخلي جماهير النادي الاهلي تصدقك؟ ده واحد. اتنين، اداء الفريق مش جيد. ايه اللي يخلي جماهير النادي الاهلي تصدقك انه الاهلي هيكسب كل حاجه؟ ليه؟ الطبيعي ان الاهلي بيكسب كل حاجه بسواريش وبغيره، طبيعي. بس ليه؟ يعني الاهلي خسر مع سواريش الكاس وخسر مع سواريش الدوري، لا هو لعب الكاس كله ولا هو لعب الدوري كله، بس الخساره كانت مع سواريش. ماشي تمام، هو راجل متحمس، ماشي. انا مدرب شجاع، ليه شجاع؟ سؤال يعني، ليه شجاع؟ طيب الشجاع كان قرر وهو موجود واللعيبه مرهقه وتعبانه يلعب بالناشئين. القرار ده اصلا ما كانش قرار سواريش، ده قرار مجلس الاداره، فانت برضو ما اديتنيش اماره ان انت شجاع. ممكن تبقى شجاع وممكن يبقى الاهلي هيكسب معاك كل حاجه، وممكن يبقى عندك خطة عبقرية تخلي الأهلي يكسب كل حاجة، وارد وارد، ودي تبقى طموحاتك وتبقى قادر تعملها، وارد. بس فين الأمارة اللي تخلي الناس وهي بتتفرج عليك تصدق ده؟ أمارة، أنا مش بقول الدليل،
يعني مش انت مثلا واخد بطوله قبل كده او بطولتين او عامل انجاز فده الدليل انك تقدر تعمل ده تاني. لا انا بقول لك اماره ما حصلش مش موجود. طيب